بسم الله، حياكم الله. نلتقي مجددا في سناب. أنا يمكن صار لي أكثر من 3 أسابيع ما مسنب. على أي حال، الآن عندنا افتتاح جميل في مدينة الخبر الجميلة، افتتاح مسجد الجوزاء. إن شاء الله الحين نشوفه مع بعض على كورنيش الخبر. شوفوا ما شاء الله مدينة الخبر شلون جميلة حلوة. هذا برج الماء، وهذا دوار توحيد المهيدب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبهاللحظات يأذن المغرب، وهذا المسجد شوفوه من بعيد على اليسار، شوفونه، هذا هو مسجدنا البطل. الآن ستفتتحه بإذن الله تعالى. هذا هو المسجد الجميل. وصلنا لمسجدنا الجميل، هذا هو المسجد، مسجد الجوزاء. ما شاء الله شوف البحر شلون جميل، ما شاء الله. هذا مسجد الجوزاء، هذا المسجد شلون جميل جدا، ما شاء الله. النوافير شغل عدل، شيء صراحة يشرح الصدر. بسم الله ندخل. بارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. هذا هو المسجد، تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله، مسجد جميل. الله يزيد ويبارك، ما شاء الله. أما بعد، أيها المحبة، أحييكم بتحية أهل الجنة ليتلاقون، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المسجد مسجدا مباركا، وأن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل في الجنة. فقال في الحديث المتفق عليه المروي عن الإمام البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وبناء المساجد وعمارتها إما تكون بالعمارة الحسية، وهي بناء المساجد وتشريف مبارك، نبشر أنفسنا بمقدم ضيف جليل مبارك، لطالما اشرأبت أعناقنا ببلوغه، وما هي إلا ساعات وتقام صلوات التراويح، وما هي إلا ساعات ونستقبل هذا الضيف المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين. بشر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم صحابته الكرام بمقدم هذا الشهر الكريم، فيه خير الأثوبة والأجر، وما نراه في هذا المسجد المبارك من حسن البناء وحسن الهندسة دليل على أن أولى ما يضع المؤمن فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. وأنا أدعوك اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. وأشكر الله سبحانه وتعالى وجميع من شاركنا في هذا المسجد، من أكبر شخصاً قدراً ومكانةً ومسؤولاً إلى أصغر موظف، وحتى اللي قد يكون وساعدونا في العمالة، فسأل الله يكون في ميزان حسناتهم.
ونلتقيكم إن شاء الله في رقعة جغرافية أخرى في حكاية مسجد وفي منارات.